معانا الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر. يا استاذ محمد، صباح الهنا طبعا والنصر في البدايه عليك. صباح الفل عليكم يا جماعه، وانتوا كريم ودايما كده منورين. بشكرك جدا جدا. وقبل ما اخش بس في الاسئله، ان انا وكريم عندنا اسئله طبعا ولازم نطمن الجماهير، لكن انا عايزه اروح معاك لنقطه ذكرتها في الانترو مع كريم. فكره هنا ان دلوقتي هذا العام تحديدا اصبحنا بنطلق او بنشوف منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح. يعني كنا في الفتره اللي فاتت كلنا مقتنعين، حتى المدير الفني لما كان بيجي بيقول لك محمد صلاح وبعدين منتخب. دلوقتي ده اختلف، ومش كمسمى، هو اختلف كمسمى علشان الصوره اختلفت. انت اصبح عندك دلوقتي اللعيبه كلهم تقريبا او بنسبه كبيره منهم بيأدوا اداء لا يقل عن محمد صلاح، يمكن بالعكس. كمان في ناس بتقول لك محمد صلاح اداؤه مع المنتخب مش زي بعض اللعيبه الاخرى سواء المحترفين او المحليين. فخليني اروح معاك للنقطه دي بدايه. لا يعني طبعا وجود محمد صلاح طبعا مكسب لاي فريق ولاي منتخب. الحمد لله عندنا لعيبه كتير زي ما حضرتك قلت، تريزيجيه، النني، مرموش، مصطفى محمد، محمد الشناوي، بالظبط. الحمد لله لعيبه كتير مكاسب. وطبعا مع وجود صلاح وتألق صلاح طبعا بيضيف قوه للمنتخب. يعني احنا مش هنزعل لما يبقى عندنا لعيب زي صلاح او بحجم صلاح عالميا. الحقيقه ماشي بخطوات كويسه جدا، بيدي قوه طبعا واضافه للمنتخب. لكن على طول المنتخب يعني الفترات اللي فاتت تحديدا ايام كوبر كان المنتخب مظلوم ان محمد صلاح هو الوحيد اللي بيقدر بالظبط. لا يعني كانت فتره من كان تريزيجيه يعني كان سبب قوي من اسباب صعود المنتخب وقتها في كاس العالم، كان معاه عبد الله السعيد وقتها. فبرضه كان المقوله دي بتبقى صعبه فتره من الفترات، لكن الحمد لله بالظبط. دلوقتي الاداء هو حتى محمد صلاح يعني على طول المنتخب بيتكلم ان الاداء الجماعي، لو احنا كلنا كويسين انا هبقى كويس، لو انا هبقى صح، يعني كلنا بنكمل بعض. وده كلام منطقي جدا بالظبط. الحقيقه، كلام منطقي جدا. طيب عايزين برضو فرصه نعرف من يعني من حضرتك الاجواء الموجوده عندكم بعد اكتمال صفوف اللاعبين بوصول جميع لاعبتنا المحترفين من الدوريات الاوروبيه والعربيه المختلفه. يعني هو امبارح الحمد لله ال 25 لعيب اللي كانوا موجودين في القائمه كانوا موجودين امبارح في التدريب. كان صلاح ومصطفى محمد ومرموش كانوا غابوا على اول تمرين، كانوا لسه ما وصلوش، كان عندهم ارتباطات طبعا مع فرقهم في الدوري الخاص بيهم سواء الانجليزي او الالماني او الفرنساوي. لكن الحمد لله اللعيبه كلها ظهروا شاركوا امبارح في التدريب بصوره طبيعيه الحمد لله. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه عندها حافز طبعا انها تبقى موجوده في التشكيله الاساسيه، عايزين يقدموا حاجه. طبعا تصفيات كاس العالم وضربه البدايه طبعا مهمه، طبعا زي ما كريم انا سامع كريم بيتكلم ان هو لازم يعني نكسب اربعه وخمسه، يا ريت نكسب سته وسبعه وثمانيه و10 يا ريت. طبعا عندنا منتخب الحمد لله كبير، منتخب قادر ان هو يعمل يعني حاجه، اللعيبه كلها عندها حافز ان هم يتاهلوا كاس العالم تاني. لما اللعيبه القدامى بيتكلموا حتى مع اللعيبه اللي هم ما شاركوش في كاس العالم 2018 في روسيا، لا يعني بيتكلموا على اهميه وقوه كاس العالم وان دي بطوله غير اي بطوله ثانيه، فبيحفزوا اللعيبه. فان شاء الله يعني بكره الساعه 6 في القاهره ضربه البدايه امام جيبوت، ان شاء الله تبقى ضربه قويه والمنتخب يقدر يحقق فوز وفوز كبير سواء نتيجه او اداء. نتمنى ذلك، لان التجارب السابقه بتاعتنا للاسف بيقول لك دايما التصفيات بتاعت المونديال البدايه بتاعتها بيبقى او الوضع بيبقى غير موفق شويه لمنتخب مصر، لكن اعتقد ربما على يد فيتوريا وكمان مع منتخب جيبوتي او سيراليون يختلف شويه الوضع، لان مهم جدا ضربه البدايه زي ما حضرتك كنت بتتكلم. مهم كمان نطمن من حضرتك يعني، لان الجماهير عندها بعض علامات الاستفهام برضو، قصه ان هل فعلا المنتخب تحت قياده فيتوريا ممكن يقدم شيء مختلف ويسعدنا كجماهير مصرية على الأرض هذا العام وهذه النسخة، ولا زي ما سبق برضو يعني إحنا عندنا سقف طموح واحد مش هنعديه؟ يعني خلينا نقولها كده. لا يعني الحمد لله يعني ناس يعني مع فيتوريا ملاحظة الحمد لله المنتخب باستثناء العشر دقايق في ماتش تونس طبعا، وكلنا عارفين يعني الغيابات اللي كانت موجودة في ماتش تونس واللعيبة كان ثلاث يعني 90% منها ما كانوش لسه بادئين فتره الاعداد. فالحمد لله ماتشات المنتخب مع مستر روي فيتوريا الحمد لله كلها يعني بنكسب اداء وفوز. يعني ماتش بلجيكا طبعا الحمد لله كسبنا منتخب كان ثاني تصنيف العالم وقتها، منتخبات افريقيا اللي احنا قابلناها سواء بره مصر او جوه مصر الحمد لله كسبنا، وكسبنا بارقام كبيره يعني ملاوي كسبنا، ملاوي كسبنا غانيا، كسبنا الجزائر ماتش الجزائر اخر ماتش اتلعب
ودي كان في الامارات يعني الجزائر اتعادلوا معانا احنا كنا ناقصين في الدقيقه 35 بعترض محمد هاني يعني مستر بطوله الحياه في المؤتمرات يعني تحديدا ماتش زامبيا والجزائر كان بيتكلم على حته مهمه جدا او على نقطه مهمه جدا اللي هو ان هو عارف كل منتخب بيلعبه هيبقى طريقه اللعب قدامه ازاي يعني هو قبل ماتش زامبيا والجزائر قال لك انا ماتش زامبيا يعني التكتل الدفاعي هي يعني الماتش هيبقى مقفول دفاعيا لانه عارف ان زامبيا نازله تدافع عشان تحافظ على نتيجه تطلع باي نتيجه ايجابيه قدام منتخب مصر. لكن في ماتش الجزائر هيبقى الماتش كويس شكله حلو وهنلعب كره هجوميه لان الفريقين عايزين يعني لما نلعب كره هجوميه منتخب مصر بيظهر افضل حصل الحقيقه في ماتش الجزائر. فان شاء الله فطبيعي بكره جيبوتي طبعا هتنزل تدافع وهتعمل تكتل دفاعي لكن ان شاء الله عندنا لعيبه تقدر يعني تحل ازمه الدفاع عندنا لعيبه كتير جدا مميزه في الحته دي مرموش ومصطفى محمد وتريزيجي وصلاح طبعا على راسهم ان شاء الله ربنا يكتب بكره باذن الله واللعيبه كلها جاهزه ويتعدوا الجماهير اللي هتبقى موجوده بكره واتمنى من خلالكم يعني طبعا الجماهير تبقى موجوده في الاستاد وترجع تاني اكيد ان شاء الله تشجع منتخب مصر ان شاء الله. اسعار التذاكر شايف ان اسعار التذاكر يعني مميزه جدا 30 جنيه سعر تذكره الدرجه الثالثه و50 جنيه للثانيه فدي حاجه كويسه. بس التذاكر لسه متواجده برضو يا فندم ولا خلصت؟ لان حسب معلوماتي ان تقريبا ما فيش متوفر حاليا ولا دي معلومه غلط؟ لا اعتقد يعني لغايه امبارح بالليل كان في لسه التذاكر مطروحه على الموقع طب كويس جدا في فرصه يعني كويس فيعني اتمنى يعني هو موجود 30,000 مشجع فده عدد كويس او 30,000 تذكره فاتمنى ان شاء الله الناس يعني تتواجد وتحضر بكره وتساند منتخب مصر. احنا ابتدينا حلقتنا النهارده بان احنا وجهنا نداء للجماهير المصريه بشكل عام ايا كان انتماءاتهم ايه لازم يكونوا موجودين بكره ان شاء الله ويؤازروا المنتخب. بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وبنشكرك على وجودك معانا نورتنا شكرا جزيلا.